زاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي أقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وزدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا فقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يغلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من طلس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا وضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأهديهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تجعل منه شيئا ففجرنا خلالهما نهرا فكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يهاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا فدخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أجن أن تبيد هذه أبدا وما أجن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا.